السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نايا من قناة حكاية نايا. كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدي أقرأ لكم قصة جديدة، إن شاء الله تعجبكم، ويلا نبلش. ليو العجول. كان ليو فلاحا يعيش في قرية شاؤو، وكان مشهورا بين أهل القرية باندفاعه وقلة صبره، فقد كان يتعثر دائما فيما حوله من الأشياء، ويطأ أقدام من يسيرون معه ويصطدم بمن يقف أمامه من شدة تعجله ورغبته في الوصول قبل غيره. وكانت زوجته أيضا تعاني من قلة صبره، فمثلا إذا نوت السفر يوما إلى المدينة كان ليو يتعجلها لتبدأ رحلتها قبل الفجر، وإذا عادت ظل يلاحقها بالسؤال عن رحلتها والاستفسار عما أنجزته من أعمال وما اشترته من أشياء. ذات يوم جلس ليو مع جيرانه يتسامرون، فسمعهم يتحدثون عن حقول الأرز التي نبتت أعوادها حديثا. قال أحدهم: لقد ارتفعت أعواد الأرز في حقلي حوالي بوصتين. وقال آخر: أنا أيضا يبدو محصولي جيدا، فأعواد الأرز في حقلي تكاد تبلغ 3 بوصات. وقال ثالثا: إنه عام رخاء لي أنا أيضا، فارتفاع الأرز في بعض أجزاء حقلي بلغ 4 بوصات. سمع ليو هذا الحديث فسيطر عليه التعجل والقلق، فمن المؤكد أن ارتفاع الأرز في حقله لم يبلغ 4 بوصات ولا حتى 3 بوصات، وربما لم يصل إلى بوصتين. غادر ليو المجلس وانطلق متخبطا في الناس كعادته، وسلك طريقا مختصرا فتعثر في حقل جاره، ثم وقف ينظر بهلع إلى نباتات الأرز في حقله، فقد كانت قصيرة جدا ولا تكاد تبدو من الأرض. عاد ليو إلى بيته مضطربا، وقد أصابه الهم والقلق، وأمضى الليل ساهرا يتقلب في فراشه، حتى إذا طلع الصباح كان قد وجد حلا لمشكلته، فنهض منشرحا وأسرع إلى حقله وهو يقول لنفسه: سوف أساعد نباتاتي على أن تنمو. انحنى ليو على أحد أعواد الأرز الغائصة في الطين، وأمسكه بأطراف أصابعه وجذبه قليلا إلى أعلى، فبدأ العود أكبر مما حوله، فقال: الآن يبدو طوله معقولا. ثم جذب عودا ثانيا ونظر إليه برضا وإطمئنان، ثم عودا آخر وآخر حتى مر على الحقل كله يجذب أعواده إلى أعلى. في المساء عاد ليو إلى بيته منهكا، لكنه أقل قلقا على محصوله. وفي اليوم التالي أسرع مرة أخرى إلى حقله، وراح يمر على أعواد الأرز يجذبها إلى أعلى حتى نهاية اليوم، فعاد إلى بيته سعيدا راضيا وحدث زوجته، بينما هي مشغولة بإعداد الطعام قائلا لها: كان عملا مرهقا لكن جهودي أثمرت، فقد ارتفعت أعواد الأرز في حقلي وبلغ طولها 4 بوصات. فوجئت الزوجة بهذا الخبر الغريب، فهي تعرف أن نباتات الأرز تنمو ببطء شديد، فذهبت مع زوجها في اليوم التالي إلى الحقل لتشاهد بنفسها نتيجة جهوده، لكن ما شاهدته كان محزنا جدا، فقد رأت أعواد الأرز كلها ذابلة، وقد تدلت أوراقها الجافة على الأرض الطينية تحت أشعة الشمس الحامية. صاح ليو في نباتاته بحسرة: هل هذا جزائي على مساعدتك؟ يا للخسارة، لقد ضاع مجهودي كله. ومنذ ذلك اليوم يقول أهل البلاد لمن يتعجل النتائج قبل أوانها: لا تكن كمن يجذب أعواد الأرز. وهيك منكم خلصنا قصتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وإلى اللقاء مع قصة جديدة. باي.